رمسة وانطلاقاتها مميزة في هذا الشوط المركز الثاني، وتابع أن الشعارات الخطيرة وصلت اليمامة، اليمامة حلقت وطارت مثل اليمامة، سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي مع المركز الثاني المركز الثالث، وتابع من الجانب الآخر أن الوصول والانطلاقة في هذه اللحظات من شواهين إشهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي غير وانتقل إلى أول المراكز. إذا متابعي الكرام نعود إلى الصدارة، نعود مع التغيير اللي طرأ وجرى على مقدمة الشوط، وتابع هنا شواهين غيرت على الصدارة، شواهين من انطلقت مع هذا المركز، هنا شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي على المركز الأول، ولكن من الجانب الآخر هنا الانطلاقة، يا سلام يا سلام، وتابع هنا الوصول والانطلاق اللي حامل الرقم 65 هنا القادم في هذه اللحظات، زاخر لمحمد بن حليس بن سعيد العفاري، من غير على الصدارة، من انطلق مع المركز الأول، يا سلام، ولكن شواهين تعلن الخطورة والانطلاق في ثاني مراكز مع انطلاقة شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، ولكن الله شعار بن حليس على الصدارة مع زاخر محمد بن حليس بن سعيد العفاري على الصدارة على المركز الأول مع القيادة والريادة. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك زاخر محمد بن حليس بن سعيد العفاري على فوز زاخر بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من شواهين لشهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، المركز الثالث كان الوصول من شرف لمحمد بن سالم بن محمد العامري، المركز الرابع كان الوصول من غاية محمد بن سلمان بن صالح بن حمد المغير العتيبي، المركز الخامس الناوية لمبارك بن خميس بن مترك الهاجري. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك زاخر محمد بن حليس بن سعيد العفاري على فوز زاخر بالمركز الأول وتحقيق ناموس هذا الشوط، والتهاني إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة على فوز زاخر بالمركز الأول. وهذا ملخص الشوط الماضي كما تتابعون أعزائي المشاهدين عبر قناة الريان الناقلة لكم أحداث وانطلاقات أشواط هذا اليوم. هنا زاخر مع الأمتار الأخيرة، شعار بن حليس من غير مع الصدارة، وكان التحدي ما بين شواهين وزاخر، ولكن زاخر هي بطلة هذا الشوط مع محمد بن حليس بن سعيد العفاري، والتوقيت الزمني 3:07:69 جزء من الثاني. تهانينا والناموس المركز الثاني كان مع شواهين شهاب بن حمد بن سعيد الوهيبي، والتوقيت الزمني 3:08:07 من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث كان الوصول من شرف لمحمد بن سالم بن محمد العامري، والتوقيت الزمني 3:08:55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.